اللي انت قلتها خالد من شويه بصراحه دي فيها حته جبر خاطر حلو قوي، ان انت تحس ان انت ممكن تنزل ممشى اللي هو ال 14 كيلو ده. انت ما اعتقد ما بقاش نلاقي الكلام ده، لا 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 يعني ما بقاش موجود اعتقد ان انت تلاقي حته ممشى بالطول ده كله، تقدر تنزل تتمشى تاكل حاجه وتشرب حاجه وبتاع والدنيا ميت فل، وسويش جيب شويه ترمس معاك وانت قاعد وبتاع بالظبط، وخلاص وجيب وشوف حاجتك معاك وانت يومك تمام، اتقضى. عايز تشتري اشتري، بس يعني كله بيتبسط. يعني انا فكره ان كله بيتبسط دي انا بالنسبه لي بالظبط، مهمه قوي يعني. دي فرقة قوي 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 بس خلي بالك الساحل بيخوف، صح؟ هروح انا اروح الساحل، انا كحيان انا اروح الساحل، فاللي هو انت تقدر تروح الساحل عادي تقضي يوم وترجع في نفس اليوم، وممكن تقعد يومين وممكن تقعد ثلاثة على حسب الميزانية. هو في الأول في الآخر برضه، عشان الناس ساعات لما بنيجي نتكلم، لا أنت هتدفع، بس هتدفع كام؟ يعني أنت مش هتدفع المبالغ اللي أنت كنت بتسمع عنها الرهيبة، وعايز تدفع المبالغ الرهيبة هتيجي برضه هتنبسط، يعني صح كله صح بيتبسط يعني. بس هو الميزه ان الاول ما كانش فيه غير المبالغ الرهيبه، ما آه كانش فيه حاجه تانية. بالظبط دلوقتي بالظبط لا، انت جاي في المنطقه اللي المفروض بتاخد فيها السيرفيس بتاعت المبالغ الرهيبه، بس ما بتدفعش فيها مبالغ رهيبه. هي بالظبط دي بقى الميزه الحلوه، ان هو مظبوط هنا موفر لك امتيازات الكل بيستفيد منها. عايز انت حته بقى زياده، حته اكسترا ادفع مايل، باشا. هتدفع تمام. معلم. لكن عايز تستفيد بالعادي اللي موجود اللي هو جامد جدا، انت هتلاقيه برضه. بالظبط فدي حاجه، بالظبط، فبيرجع مبسوط. صح صح انا رحت الساحل ورحت العلمين الجديده واتبسطت ونزلت البحر وركبت البنانا بوت، يعني عملت حاجات كتيره جدا وما دفعتش كتير فاتبسطت قوي. فما بقتش كحيان في ما العالمين. بقتش كحيان خلاص، خلاص هي فعلا ما بقتش كحيان في العلمين. ايه الحاجه اللي قابلتها في البرنامج ومعلقه معاك هنا؟ لا انا الاسر اللي بقابلهم والله اللي على انا الشاطئ سمعت في العام حد عزم عليك بمحشي وبتاع وقعدت ده، تاكل لا ما محشي ممنوع، ضايقت قوي. قال لك في اسره، قال لك احنا معانا محشي في العربيه بس ما رضوش يدخلوه. قلت لها ايوه، ما برضه احنا عايزين نحافظ على المكان، يعني ادخلي باكل بس مش بمحشي. فهنا انا على طول ما انا ماشي، انا اصلا ما بتغداش يعني. ليه؟ لان انا طول ما انا ماشي على الشط بقعد فراخ بانيه، المكرونه، الكفته، الشاي، القهوه، يعني فبتتقضى. بتتقضى. فالناس بصراحه بتقوم بالواجب وزياده يعني. خلود انت نورتنا ربنا وشرفتنا يخليك، ربنا ومنور يخليك، العالمين كلها، ودايما كده الناس بتحبك وعندك الحمد لله القبول بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يحبب فيه خلقه دايما يا حبيب يا رب. قلبي. انا بشكرك جدا جدا، ويا رب الناس يعني اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا تعالوا العلمين الجديده هتتبسطوا، هتلاقونا بنصور. احنا النهارده موجودين يعني، احنا على الهوا دلوقتي، فلو حد لحق يجي احنا تعالى النهارده بنصور في اماكن مختلفه، بنصور ما بقتش كحيان في العالمين. وهاتوا محشي وناكلوا وهاتوا بره في محشي الشارع بقى في وناكلوا العربيه بره، ونديها بس وخلاص. يعني يبقوا معاهم حاجه بره عشان ساعات الشمس تبوظ المحشي، فيبقى يعني حافظوا عليه. نورت الدنيا يا حبيب شكرا قلبي، جدا جدا، شكرا. الشكر موصول لحضراتكم على المتابعه.